واكيد حاجة تستحق كل الدعم والحب، بس ليه بعد الإصابة ما رجعتش تاني زي الأول؟ ده سؤال مهم. ايه هل موضوع الإصابة تحديدا؟ ايه قصتها؟ وهل جده ادى 100% اللي كان نفسه يديها للنادي الأهلي ولا لا؟ اكيد طبعا كان نفسي ان انا ادي اكتر من كده النادي الاهلي، وان انا استمر فتره اطول في النادي الاهلي، لكن الاصابه وقتها حرمتني في ان انا اكمل في النادي الاهلي، يعني في الفترات اطول من كده. الاصابه كانت صعبه عليا شويه، خدت فيها وقت شويه، لكن الحمد لله يعني ان انا رجعت كويس بعد الاصابه. اول مباراه ليا مع النادي الاهلي جبت جول، اول مباراه يعني اول لمسه نزلت الشوط الثاني برضو وجبت جول. فبعد كده حصل ان احنا ما كسبناش الدوري الاهلي 2015، حصل بقى مشاكل في النادي شويه وقتها، ما اعرفش ايه اللي حصل. النادي الاهلي قرر ان هو يفسخ تعاقده معايا، لكن انا بالنسبه لي انا كان نفسي ان انا اكمل وان انا مشواري يفضل. قول لي بقى قصه فسخ التعاقد ده، استقبلت الموضوع ازاي ومين اللي كان ده وقت ما انت ما كنت الاصابه بالظبط؟ فكرني ساعتها كانت الاصابه عباره عن ايه يا كابتن جدو؟ كان قاطع في الرباط الصليبي والغضروف الداخلي، قاطع في الرباط الصليبي والغضروف واخد منك وقت عبارة عن خدت تقريبا وقت سنة، يعني سنة تقريبا او 10 شهور. مين اللي بلغ بقى بخبر انه خلاص يا جدو متشكرين؟ النادي الاهلي؟ لا، ما وقتها كان اللي موجود تقريبا الكابتن علاء ابو صادق، كان هو مدير ده كان 2000 و كوره، كان 2015 2015 2016 والنادي الاهلي وقتها كان خلاص قفل القائمه كانت قفلت، والقيد كان قفل كمان. الاهلي تعاقد وقتها مع حجازي تقريبا ورامي ربيعه، فالاثنين ما فيش مكان القائمه متقفله خالص يعني، فهم اختاروا عليا انا والشيف عبد الفضيل يعني. فبلغونا شريف كان مشكلة. شريف كان جددوا له بالظبط، وانا كنت مجدد. وانت كمان كنت مجدد بالظبط؟ والله انا كنت مجدد. انا وقتها كمان مرتين ثلاثة ان مضيت مرتين ثلاثة في النادي الاهلي، مضيت عقد قبل ما اطلع هال سيتي ان انا عشان احترف لازم تمضي سنة زيادة اللي انت هتحترفها برا تمضيها لنا، مضيتها. واول ما رجعت العقد ما كانت ما توثقتش وقتها، وكان في عقود تانية نزل جديدة فجابها الكابتن علي أبو صادق ومضيتها، ويعني مضيت مرتين ثلاثة يعني. لكن في الآخر ما أعرفش إيه اللي حصل بالظبط يعني، ومين صاحب القرار في اللي فات. زعلت؟ زعلت؟ يعني ما تبقاش دبلوماسي. لا والله أكيد في لحظات حقيقة يعني أكيد. أنا دايما أشوف البني آدم لازم لحظات ضعف، لازم لحظات حزن، لازم لحظات غضب. ما احنا اكيد بتحصل يعني. بتحصل ايوه طبعا. زعلت طبعا، زعلت. انا كنت وقتها كنت ان انا احس ان انا اطلع بطريقه احسن من كده من النادي الاهلي، ان انا تاريخي مع النادي الاهلي وقتها والتضحيات اللي احنا عملناها في النادي الاهلي كان لازم يبقى الموضوع يبقى بطريقه احسن من كده. لكن في ناس زعلت فتره والموضوع خلاص يعني، الحياه بتستمر يعني. بصيت للخطوه اللي بعديها زي ما بقول لك كده، والامور مشيت معايا يعني. مين اللي بلغك؟ كان الكابتن علي عبد الصادق اللي بلغك؟ لا تقريبا وقتها كان في خلاص ان هم عايزين يمشوا 2 من القايمه. عرفت من الاعلام ولا عرفت منين؟ من ايه؟ انت ماشي. ما هو انا كان في كلام ان انت تطلع من القايمه، انا وشوف عبد الفضيل فاهم، كانوا عايزين في اعاره، لكن كل الناس وقتها كان الاعارات هم كده كده في 2 هيطلعوا من القايمه. فاهمني؟ فالناس تقول لك هناخد عاره ليه؟ ايوه ما هم كانوا قايلين لك يعني. بالظبط. خيروك ما بين الاعاره وما بين الـ الـ الرحيل ولا ما كانش فيه؟ هو وقتها ما كانش فيه، لان كده كده الانديه كلها عارفه ان في 2 هيبقوا فري خلاص في اخر لازم يشيلوا 2 ويحطوا 2 مكانهم. فما فيش حد كان موضوع الاعاره ده موجود اصلا، فانا استنى لما انت خلاص تخلص عقد وتبقى فري ومضيك. فما كانش فيه اوبشن للاعاره يعني. طيب ايه اللي جه في بالك ساعتها؟ تبطل كوره ولا تكمل؟ لا خالص، اكمل طبعا. تكمل بالظبط. قبل ما تروح للخطوه بقى اللي بعديها، من بعد ما مشيت من النادي الاهلي، جت منين فكره الاحتراف في هال سيتي؟ والجماهير هناك كانت بتهتف لك لما تحب تجيب الجول، اطلب جدو على التليفون. بالظبط. كانت فتره برضو بالنسبه لي تجربه مهمه جدا في حياتي طبعا، انت تلعب في الدوري الانجليزي او الشامبيونشيب كمان، فبطوله قويه جدا. وقتها كان ما كانش فيه تقريبا دوري في مصر 2013، كان الدوري المحلي واقف، كنا بنلعب في افريقيا بس. ايوه.
وكسبنا افريقيا وجالي عرض هال سيتي، يعني محتاجين حد في يناير. احنا خلصنا البطوله ولعبنا كاس عالم اليابان ورجعنا، وجالي عرض هال سيتي النادي الاهلي.